يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وأيضا على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية ومائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا الاثنين بإذن الله. نبدأ هذا البيان من محافظة القاهرة، فيه درجة حرارة العظمى تشير إلى 35 درجة والصغرى 25، والجو فيها حار في الإسكندرية 33-24، والجو أيضا فيها حار، وفي مطروح 31-25 والجو حار، في بورسعيد 33-27 والجو حار، في الإسماعيلية 38-25 والجو أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 24 والجو فيها حار، في العريش 35-25 والجو حار، في طابة 37-25 والجو أيضا فيه حار. بالنسبة إلى مدينة شرم الشيخ فدرجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة والجو فيها شديد الحرارة، في الغردقة 40-31 أيضا الجو شديد الحرارة، في الأقصر 41-29 والجو شديد الحرارة، في أسوان 42-30 والجو شديد الحرارة، وفي الوادي الجديد 42-27 والجو أيضا شديد الحرارة. أما بالنسبة لشلاتين فدرجة الحرارة العظمى 40 درجة والصغرى 30 والجو شديد الحرارة، وأخيرا في حلايب 37-30 والجو في حلايب حارة. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.